اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاكارم في كل مكان، متواصلين معكم من داخل استوديو النيل اللي يبدا من هنا شيماء وسنة لموضوعنا الرئيسي. في البدايه نقول للاطفال الحلوين صباح الخير. صباح الخير على كل احبابنا الحلوين المتابعين، وهم طبعا اكيد في اجازه ومنهم الصحه ومنهم لسه اللي نايم. بنحييهم كلهم. وموضوعنا بهم جدا الاطفال، وعلى وجه الخصوص الاسره، الام والاب، الاطفال المتعاملين او الاشخاص المتعاملين مع الاطفال بصوره مباشره. الاساءه للاطفال اثرها ودورها في انه تضعف من شخصيه الطفل المساء له، سواء كان داخل البيت بكلمات، كلها انواع من الاساءه بتاثر بشكل كبير. اكيد في التربيه عندها تاثير كبير يا شيماء. نحن سعيدين يكون معنا الدكتور الجميل عادل محمد عبد الرحيم الاستشاري النفسي. مرحبا بك دكتور عادل، صباح الخير. مرحبا بكم، وانا سعيد جدا جدا ان اكون في هذا الصباح. النيل يبدا من هنا، وان شاء الله نعالج هذا الموضوع بشفافيه وبكل اريحيه. والتحية لكل الأمهات وكل الأطفال وكل الآباء اللي بيسمعونا. خلينا في البداية نعطر الموضوع بوجهة نظرك الخاصة. أطفال السودان أين هم الآن بشكل عام؟ يا سلام، ده كلام يعني جميل جدا جدا، والتحية مجددا لكل الأطفال، ونقول لهم إن شاء الله إجازة سعيدة. وأطفالنا السودانيين بالمناسبة يعني الزول ما مهتم بمجال أطفال كثير، أو ما معاشر أطفال كثير، إنه قد يأخذ صورة يعني غير حقيقية. كل ما نحن قعدنا مع الأطفال وقربنا لهم نلقاهم عالم ثاني. حاسة الطفل يعني حاليا بقى ما زي زمان، في الطفل الإلكتروني، الطفل المتفهم، يعني في كثير من الـ من الـ من الـ من التأثيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بيعانوا منها الأطفال، أو ودي شكلت الثقافة حقت الأطفال. يعني الطفل اليوم ما زي طفل زمان، يعني طفولتك اللي انت عايشها ما زي الطفولة الأسي وما زي طفولة أجدادنا اللي كان الزمان فعلا. لكن كلها بتقع في منحنى البراءة وعدم المسؤولية، باعتبار أنه الطفل يعني أقل من 18 سنة عندنا في القانون، يقول لك ده ما مزول مسؤولية، يعني يعني كلها تصرفات تكون فيها البراءة وبيكون فيها التلغائية يعني مع العمر. يعني في حاجة اسمها احتياجات الطفل مع العمر، يعني مين هو بيبي يعني في 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 قبل الولاده، وانت ماشي مرحله الخمس سنين الاوائل، ثم مرحله المراهقه، ثم مرحله الشباب، ثم كده، وكل ما يلقاه طفل في هذه المرحله. يعني ده كله يشكل يعني ثقافه الطفل طبعا في كل مرحله، زي ما ذكرت دكتور عادل، هي بتحتاج لتعامل خاص ولاهتمام ورعايه بشكل خاص. موضوعنا الاساءه، قال هي الإساءة تحديدا، يعني لفظ الإساءة أو مصطلح إساءة. طيب كلمة إساءة كلمة مطاطة وكلمة فطاطة وطويلة جدا جدا، واختلفوا فيها كثير من المفكرين، بالذات مفكرين الاجتماع وعلم النفس وغيره من الناس المهتمين بالعلوم الإنسانية عموما. فقد بتختلف حسب الثقافة وحسب البيئة. يعني قد يكون في تصرف مسيء بالنسبة للطفل في دولة، لكن في دولة قد يعتبر يعني نوع مخالف من الثاني. لذلك تعدد التعاريف واختلفت، ويعني اذا جينا نعرف كده الإساءة بمفهوم يعني اخذته في قالب معين قاعد يختلف مع بعض الناس. لكن نقول نتبنى التعريف بتاع شنو اصطلاحا، انه احنا عشان نقدر نشتغل كله في عن الاطفال، ممكن نقول في قاسم مشترك اتفق فيه كل النازل نحن نقوله نعرف بيه، اللي هي اي فعل او قول او ايماء، يعني أي التصرف انا قلت كلام او لم يعني حركه او ايماء او لمحته او فعل او ضر او اساءه قبيح، حاجه مستشنعه للعادات والتقاليد الموجوده في المنطقه اللي عايشين فيها نحن او في البلد تاعنا احنا. يعني اي تصرفات انا قد اسيل طفل بانه مثلا ما اسلم عليه، هو يكون قاعد يعني مستغرب الطفل لانه زول لا ليه ما سلم عليه، يستفزه طبعا، ده يعتبر ما سلم عليه او سلم على الناس الكبار بس، او انا ما جاب لي الحاجه، ده قد يعتبر بالنسبه له. يعني المعيار وين؟ المعيار في داخل نفسيه الطفل، ثقافه انا عشان اعرف عشان اعرف نفسيه الطفل اللي هو مفكر كيف او كده بتاع ده، بيحتاج منه لانه احنا لازم ننزل للمستوى
ده علاج المراهقه. يعني في كثير من الامهات يقول لنا والله الولد ده بقى بره السيطره وما قادرين عليه وبقى يتنمر وبقى يشاكل اخواته يدوك كده. لا، لانه احنا ما خشينا في النفسيه او ما خشينا ما في صاحبناه يعني الله يفتح عليه. فيعني ف الطفل يعني هو عباره عن هو البسيط تفت سهل الممتنع وده الطفل وقريب جدا جدا. يعني انا قاعد اقول له يا اخوانا هي التربيه ما يعني الكلام ده كنا في حلقات سابقه، التربيه ما ياكل ويشرب وكده. لا، انا ممكن اربي دواجن، ممكن اربي غنم، ممكن اربي حتى في زاد ممكن تربى. في اطفال نشوف ما عندهم ام او يتربوا بيكونوا ناس كبار. في فرق دائما بين الرعايه والتربيه. الله يفتح عليك. الطفل بيكتسبها، يعني المهارات اللي بيكتسبها، التعامل مع الام، التعامل مع الابو، لازم يكون الجو في البيت اسري، يكون جو ما فيه تشاحنات، ما فيه وما فيه وما فيه، ده كله يا اخواننا بيولد الانسان بعدين للطفل. يعني الطفل مثلا انا طلقت امه، انا نسيت له طفل نفسي بعيد، يعني حتى اسمه ما اديته اسم ممتاز، انا نسيت له برضه. ده طبعا انا خدت في المحنه بتاع الاساءه بالنسبه للطفل. طفل انا ابوه ما جبت له هدوم العيد، نسيت له. فهذه حاجات كده حتى يعني حنتكلم بعد شويه حتى في المدرسه. انه حتى بعض الاساتذه وبعض المعلمين حتى بعض حتى في الشارع، وده ده اللي بيولد بعد ذاك، لان الخطوره وين؟ في الاساءه. يعني انا قاعد اقول دائما خطوره الاساءه للاطفال دي وين؟ بعدين لما نكبر المردود. أيوة. بتاعه لما نكبر بتكون ماشي. يعني اذا انا اعتديت على الطفل ده جسديا او بالعنف او جنسيا او نفسيا، حتى بعد يكبر حتى بنعكس في تربيتي لاولادي انا. اذا انا تعرضت لاساءه جنسيه وانا صغير، ام تعرضت لاغتصاب هي صغيره، بعد ده حتشوف انه يعني كنت خاف على بنتها من زوجها ذاته. شوفي لاحظ يعني بيكون في مرض، يعني خوف مرضي حيكون. ايوه حيكون في خوف، حيكون حاجة. يعني دي الاثار اللاحقه للافعال اللي بتكون في الطفوله. يعني احنا كثير في العلاج النفسي لما نجي نعالج الزول، ف الطفوله دي عندنا باب كبير بخد نفرتقه كده، نفرتقه في ايوه نشأت. لانه الطفوله دي هي ذاتها بعدين بتجي. والغريبه زول كل ما كان واعي، يعني كل ما كان واعي شديد او كل ما كان في الحدث مسافه طويله، كل ما بعدين اثر عليه في الكبر. اذا يعني الخطوره الاساسيه في مزاد الاساءه. وانا بقول الكلام ده لاريد الامهات كلهم، يعني بعد شويه حنعرف بنتكلم بعدين انه كيف نعامل اطفال، انه مزاد الاساءه دي يعني عندها مردودات سيئه جدا جدا. ف يعني تيك كير، يعني في مراحل الطفوله كل عمر عنده معامله معينه. لكن يعني في النهايه الاسر ما بتقدر تنفذ من حته انه يعني تتعامل مع الاطفال بالاساءات المختلفه، يعني لانه في اللي بيضرب بالشبشب، في بالمفراكه يا شيء، ما في يلقى في حاجة غلط تجاه الأطفال مهما كانت الأسرة متعلمة ومتثقفة، لكن بتلف بتدور بتلقاها برضو بتستخدم إساءات للطفل بشكل أو بآخر. نحن لو جينا نرجع مسألة يعني عدم إيلاء الطفل اهتمام يعني في كل الأسر السودانية، يعني حتى في حتة الأكل، تناول الوجبات، الطفل دائما في بيوت المناسبات الأفراح والأطراح الطفل بيجي في المؤخرة أو في الأخير، يعني فدي بترجع لشنو يعني؟ ونحن هل ممكن أي يوم نطلع من الحتة دي بالتحديد؟ طيب هو يعني هو ده كلام ممتاز في المقدمة، يعني ده كلام ممتاز. زي ما أنا قبل قلت لك بيختلف الثقافات، يعني كل ثقافة حتى في السودان نفسه. يعني الطفل مثلا في بعض الولايات الشرقية والغربية والوسط وكده بيختلف، يعني ثقافة الطفل من منطقة لمنطقة بتختلف، ده بتوقف على الكلام ده. لكن نرجع لكلامك في البداية ابتداء، انه العنف يا اخواننا من في البيت، في بعض الامهات بيضربوا اولادهم ضرب شديد بذات المذاكرة، واذا كان الطفل مثلا مرات ما قدر يستوعب وزاد لي، فالتربية صعبة. المثل بتاع يعني الامهات عارفين الكلام ده، بيسمعوني انه التربيه صعبه شديد جدا جدا، ودايره طولة بال، ودايره مهارات فعلا. ودايره انت متين يعني تكوني مثلا تمسكي نفسك، ومتين تتعاملي مع الطفل ده بحنيه، ومتين تشدي عليه، ومتين بقسوه، دي كلها عباره عن يعني جدول بتاعت مهارات لابد ان الام تستخدمها في تربيه الطفل. الكلام ده تكون مرتاحه متين لما تفهم الطفل بتاع ده في اتو موقع. الطفل ده ما اي طفل عنده لوكيشن، في واحد طفل داير يتعامل معه بحسيه يعني، وفي طفل داير يتعامل معه بالشكر
وبالإيماء وبكذا بأنه يمدحوه في الطفل داري عملوا عبر رسمية في الطفل ما داري عملوا معه النزول. يعني كل واحدة بتعرف طفلها بيقع فياته منحنى. بعد ذاك نوع التربية أو الطريقة اللي بتربيها بها ما تكون يعني الخطأ الكبير الأم بتربي به زي ما ربتها أمها. يعني أنا أمها هي تكون ربتها بشدة حتقوم تربي بيتها بشدة عشان إنه تقول لي أنا ما إحنا ما ربونا كده يعني كده ما الناس إحنا ما كويسين أي ما نحن ما كويسين. لا أنت بتك ما بعدين ما تحرم الطفل من حاجات احتياجاته المعروفة إنه يطلع الشارع خليه يطلع الشارع يجي ما تكفله في البيت وتراقبه بالضبط كده تراقب الطفل لأنه أصي الكنديين بيقولوا شنو أحدث طريقة للتربية السليمة التجربة والخطأ خلي الطفل يطلع الشارع أيوة. يسمع الكلام الكعب ذاته خليه يسمع لكن يعرف أنه ده غلط يعرف أنه ده غلط نجي نعمل بعد ذاك يعني ده غلط وده صح وده غلط وده صح أنا داعم في المسألة دي فدي واحدة من الحاجات إنه لا 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 نحن ما بنقول لهم ما تضربي لكن الضرب ده ذاته ممكن فيها أساليب تانية في الحرمان الجزئي في إنه والله أنت في التحفيز في والله انت لو كملت اكثر الواجب ايوه الواجب انا حوديك نمشي الحدائق كده حسب طبعا حسب العمر حسب كده اذا انت جبت كده انا حاجيب لك لعبه تحفيز. الفلانيه اذا انت جبت ممتاز ايوه يوعي تهد عشان كده لكن ما يكون في ضرب ما يكون في عنف ما في التربيه حوار يا جماعه نعم دكتور عادل فعلا زي ما تفضلت انه التربيه هي حوار والتربيه هي مراقبه وهي انه ندي الطفل ده مساحه من الحريه عشان ما يكون عنده ثقه كبيره في نفسه عشان يعرف انه ده صح وده غلط ويقدر يعني يطلع من المشكلات مع مراقبة الأسرة طبعا له نبتعد تماما عن الإساءة والتعنيف اللفظي والجسدي سياسة الحرمان اللي انت ذكرتها مهمة جدا لكن كمان يعني في بعض الأمهات تحديدا يعني حنركز على الأمهات لأنه هم أكثر التصاقا بأطفالهم فكرة الحرمان دي كمان أطفال الأيام دي بقت صعبة يعني هم الحاجة إذا عايزينها بيصلوا ليها وبيحصلوا عليها يعني بيأسوا على الأم دي بيعرفوا كمان نقطة ضعفها أكثر من إنه هي بتعرف تفاصيلهم الأطفال أذكياء جدا بيجوا وبيقدروا يوصلوا للحاجة الدايرينها بيأسوا على أمهم بيأسوا على أبوهم على الأسرة اللي هم قاعدين فيها بيصلوا للشيء اللي عايزينه فنحن نحاول نلقى نقطة بتاعت حوار علشان ما نفقد ثقة الطفل ده بنفسه وثقته فينا إنه نحن ما بنقدر نوفر له متطلباته بعيدا عن الإساءة اللي ممكن تخلق منه لقدام شخصية غير سوية غير متزنة نفسية ده كلام ممتاز جدا جدا طيب يعني الحرمان هو كلامك صح الحرمان المطلق مشكلة مشكلة ذاته يعني حال يعني في عندنا مشاكل نفسية تجي لزول نتيجة لأنه كان محروم أيوة. يعني يمشي يسرق أيوة. يمشي يعتدي على الناس يمشي ينهب يمشي دي كلها جرائم بشعة جدا جدا ليه لأنه كان محروم لما كان صغير يعني في علاقة يعني في دراسات يمشي يقلع لأنه أساسا كان بيشوف أنه ده حق من حقوقه ليه هو ده أحسن مننا فدي واحدة من الحاجات الحرمان المطلق أنا أسي من الناحية دي كلامك ده أنا أسنيه تماما جدا جدا لكن إحنا لما نتكلم عن الحرمان الجزئي كيف أيوة. يعني أسي إحنا الطفل العنيد يعني كثير من الأمهات بيقول لي الطفل ده عنيد جدا جدا أنا ما بقدر يعني ما قدرت عليه وغلبني يلا أنا أقوم بدخل هنا الحرمان يعني حرمان في علاج الطفل العنيد كيف الطفل العنيد تدقيته ما بينفع معه مهما تعمل له ما بينفع يقول لك ده غلبني كله بنقوم نعمل الحرمان مثلا ترحية بحبها أيوة نقوم لا الأطفال في البيت أنا والله الليلة حنقوم نسوق مصطفى ده نمشي الحدائق وحنسوق أخواننا التانيين ديل هول لكن ده لأنه مصطفى ده زول عنيد ما بيسمع الكلام ما حيمشي معنا الليله وحنمشي ناكل سكريم ونعمل كده فعلا ونفس نعمل فعلا نخليه قاعد في البيت مع حبوبته مع اخته نلقاه كستر البيت لا مشينا عاطفته ما تغلب هي فعلا بتغلب يلا في الحاله دي هو بيعرف نفسه انه خلاص بقى برا المنظومه بتاعت البيت او برا المنظومه بتاعت ايوه احنا دي حاجه احنا قاصدينها يلا بعد شويه ما لكن ما المدة ما تطيل نقوم نقول خلاص والله يا أخي مصطفى ده لقى كويس وبقى يسمع الكلام حنسوقه معانا وحنعمل له سكريم حندي اثنين حندي اثنين لأن قبل شيلنا واحد دي اثنين هنا بيعرف إنه الحرمان قبيل كان بالنسبة له حاجة ده علاج دي واحدة من الطرق بعلاج العناد أو التهميش أو ما تشتغل به كثير لكن شنو يعني ما تكون المسألة مفروضة ف
فتحرم الزول من بعض الحاجات عشان يعرف قيمتها فتره مؤقته. اي لانه الدلع كمان مشكله. أيوة. يعني الدلع مشاكلنا كلها النفسيه في الدلع. الدلع خشيه في الطلاق. ايوه دكتور عادل. يعني الحته اللي انت اشرت لها انه الطفل لما يحرموه ممكن يمشي يسرق يعني، لكن انا شايف بعض الاسر بتربي أطفال على القناعة، يعني خاصة يعني نحن طالعين من عيد الأضحية يا شيماء، في أطفال متفهمين جدا شنو الوالد ما عنده قروش أو المبلغ اللي ممكن يبيه الخروف يعني، ومتصالحين مع نفسهم يعني، لأنه أنت الحتة بتاعت أنه يسرق دي وكأنه هو لو ما لقى خلاص حيتجه للسرقة. ما في أطفال ما عندهم لكن ما بمدوا يدهم على حاجة بالضبط. ده كلام ممتاز. وعارفين انه الولد ده سايق عجلة لانه ابوه عنده قروش فايضا جاب له العجلة، انا ما عندي عجلة لانه والدي ما مستطيع يعني. كلام ممتاز. الكلام الاول بتاعينه التربية يعني هي حوار، يعني زي قيل ما قلت لك الطفل الاسي ما زي طفل الزمان، الطفل الالكتروني الاسي بقى متفهم. بعدين مسألة الحرمان مع مربوطة، انا قلت لك العمر يعني في عمر معين، يعني الولد حتى لو في فترة المراهقة ممكن مثلا حتى لو ما جبت له هدوم العيد أو قبل المراهقة 7 سنين 8 سنين لما يكون الولد قريب من أبوه، فلاحظت أنا المسألة دي في حتى من عمر 9 أو 10 لما يكون قريب من أبوه ممكن أبوه يصير في تأثير مطلق، إنه مثلا والله نحن المرة دي ما عندنا قروش ممكن نشيل هدوم العيد حقت السنة اللي فاتت، أن إحنا ما عندنا قروش للخروف، ممكن هو ذاته برا بتيجي مبادرة منه بيكون عارفه. وفي كلام زي ده كثير يعني لقانا في الميدان، يعني كثير جدا جدا من الحاجات دي بختلف الكلام. انا بقصد الحرمان المطلق، الحرمان يعني مرات في ناس نتيجه لبخل الاب او نتيجه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ابوه عنده ما بيديه كده او بيعتبروها نوع من التاديب او بفتكر فهم غلط، ابوه بيقول الولد انا ما اعلمه القريش يكون في يده وكده طوالي فهولد بيقوم طوالي ما عندي احتياجات معينه نفسيا، لكن قصة الخروف ما جاء في عمر معين برضه أثار نفسية. يعني مثلا طفل عمره 7 سنة عمره 8 يعني صغير شاف ولاد الجيران عندهم الخروف وانت ما عندك الخروف وكلام زي ده، فدي مسألة يعني هو ما بيعرف العبادة ولا بيعرف حاجة، هو بيعرف انه لازم يجيب لهم خروف زي ما ناس فلان جابوا لهم خروف وبتكسره مع الأطفال في الشارع بتستعمل له تأثيرات نفسية، لكن ما بتصل مرحلة المرض يعني ما بيزول ما انه عمره حسب عمره يعني 8 سنة 7 سنة يكبر يتفهم. لكن عشان كده انا بقول قبيل الحوار ما بين الاطفال والاطفال بيكونوا فاهمين، يعني انا الليله انا اقعد اتكلم اسمع الاطفال حتى في حاجات كثيره في تعديل السلوك. الطفل ده اذا انت اديته شغلته في نفسه أيوة. وخليته يعمل الحاجات الايجابيه دي في البيت تلقائيا المساله دي بتبقى معاه نموذج بتاع تربيه أيوة. او ثقافه. جميل دكتور عادل. نحن المساحة دي كلها كنا بنتكلم فيها عن الطفل والإساءة اليوم من داخل الأسرة، إذا كان مقصود بها تأديب تغيير سلوك تعديل وغيره، محتاجين كمان نقف على فكرة إنه أنا طفلي ده محتاج في حين شخص غيري أو في الشارع أسأله أنا أقدر أتصدر للحاجة دي، يعني هو يكون حاسي إنه إذا طلع الشارع خلينا قبل ما نمشي المدرسة في الشارع برا عايز يلعب برا، في طفل معاه أو أكبر منه فكرة التنمر اللي بقت منتشرة دي إذا أسأله إساءة لفظية أو جسدية معنوية أي حاجة ممكن نحن نعزز فيه الثقة في إنه يقدر يرد الإساءة دي بشكل فيه لياقة وفيه أخذ لحقه، وكمان أنا أحسس إنه أنا قادر أخذ لك حقك، أنت ما حد عرض للإساءة طول ما أنا موجودة، فالفكرة دي محتاجين نعززها كده فيه. طيب ده كلام جميل. العلاقة بين الأطفال في بعضهم البعض في الحي مثلا في منطقة دي بتعتمد على نوع أنا دعاماتي للطفلان في البيت، يعني انا اغذي في 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 طفلي انه هو ما يعتدي على الناس، ما يضرب الناس، ما يشتم الناس، ما يسيء الناس، وما يخاف، اهم حاجه ما يخاف واي زول يرد له الرد بتاعه. يعني اذا في تنمر موجود من الاطفال في الشارع موجودين يعني ما يسكت عليه وما يخاف عليه وما يخاف من اي تهديد. ممكن الطفل الثاني ده حتى اذا ما قدر يرد له الاساءه بالكلام يلا امه فيه ابوه فيه اقرب زول في الشارع فيه اقرب زول كبير فيه موجود في الشارع، هو اللي بيخلي الاطفال شنو انه
الأمهات بيزرعوا في الأطفال الخوف وما نحرمهم من حقهم في الشارع وعدم الصغة في نفسهم، ما تتكلم مع الناس وانا زي الكعبين وانا زي الكوبيلات وانا زي الشريرين وانا زي حيدقوكم. أيوة. يعني انت بتغذي الطفل بروح الخوف انه من الولد بتاع الجيران او من غيره غيره. لكن اذا خليته هو ثابت وانه هو قوي وانه هو ممكن يرد الإساءة باللفظ باللفظ أيوة. مع في العمر يعني بتاع الأطفال، او الافضل ما يرد الكلام يمشي يتكلم يشوف امه وين ابوه يقول انا ما خايف منك هتعمل لي شنو كده. ودي عملناها كلام ده ميدان، يعني الكلام ده ما كلام ساي كلام بتاع يعني سيوري، احنا الكلام ده في 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 عندنا المهارات التربويه، او عندنا لما كنا نتكلم في في الاغتصاب الاطفال عندنا برنامج يعني انه كيف الطفل يدافع عن نفسه ضد الاغتصاب في حاله عدم وجود الاب والام والسلطه اذا كان براوي، يعني كيف انه ما في أمه ما في أبوه في زوج كيف يدافع عن نفسه. ده برنامج طويل كنا تكلمنا عنه، لقينا إنه معظم الناس اللي تعرضوا للاغتصاب ديل كان السبب الرئيسي نوع التربية في البيت، يعني مهملين، الأب ما بهمل الأولاد، الأم ما شغالة بيهم، الأب ذاته ما شغال بيهم وما بيسألهم أيوة وبيخلوهم في البيت مكفولين يطلعوا ما بيروهم الصح الغلط. بس يعني ده وده كله خطأ، يعني في الحالات دي كلها ما بتقع، يعني أسبابها كلها ما بتقع من الكلام قلت أنا ده لانه عن تجربه يعني. وفي زي بيكون في تحفظ من الـ من الـ من أيوه. الام والاب وحتى الخال والعم من انه للطفل ما بيشيروا له للمناطق الحساسه الخاصه في جسده بانه الحته دي مثلا خط احمر او ما في زول أيوه. يطلع أيوه. عليها، يعني ما بربوهم على كده، فهم بكونوا يعني في ظلام في الحته بيشوفها دي عيب. بيشوفوها عيب. لكن أيوه. الحته بتاعت انا لاحظت انه في الاجازه دي في كثير من الاطفال، وانت قبل تحدثت عن العناد يا شيماء عند بعض الاطفال بيقوموا بيقابلوا اليوم بالشغل، يعني انا لاحظت يعني انا في واحد اثنين ثلاثه اربعه ديل صغار يعني عمر 10-11 سنه شايفهم بيشتغلوا، يعني سالتهم ليه بتشتغلوا؟ قالوا لانه هم في الاجازه. فيهم واحد عنيد ما بيسمع الكلام، يعني مرات يفتشوا لحد الساعه 11 ما يلقوه في يعني ابوه يدور عليه. فقام ودى وين؟ ودى المنطقة الصناعية مع واحد صديقه على أساس أنه يملأ وقته. أنا كنت ضد المسألة دي. صح. أنا ما أعرف أنت كاستشاري رأيك شنو في عمل الأطفال يعني تين إيجر دي. وممنوعين ممنوعين عالميا حسب المعاهدات الدولية ومنظمة العمل الدولية ومن الصحة العالمية كل الأطفال، ويعني فيها 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 مسارات أنه الأطفال ما يشتغلوا، يعني الأطفال دي اللي يشتغلوا في المجال العسكري لا يشتغلوا دون 18 سنة دون سن النضج، يعني 18 سن النضج سن المسؤولية، أقل من 18 سنة بيعتبر نحن بالنسبة لنا الطفل. الطفل ده عنده حماية مطلقة، حماية كبيرة جدا جدا، كفالة القوانين والدساتير والاتفاقيات حتى المنظمات، حتى في هنا حتى في السودان هنا عندنا شغالين بنفس المدة إنه ممنوع منع بات الطفل يشتغل في النهاية. لكن إحنا قاعدين نقول استثناء كنوع من التربية عشان يعتمد على نفسه، أشغال بسيطة يعني وتحت الرعاية، يعني تحت رعاية الأم تحت رعاية الأبو، إنه زول يعني الطفل اللي بيشتغل الطفل المتحرك ما زي الطفل الخامل، ما زي الطفل اللي قاعد في البيت، ما زي الطفل، لأنه أنا من لما نطلع عليه برا الطبيعة دي ما بتربي في مهارات بيكتسبها، مهارات الصغة في النفس، التعامل مع الناس، كيف يتكلم مع الناس، يترسل مع منو. يقول في أطفال ما شاء الله لما تلقاهم في المناسبات تقول يقول لك والله زول ده ما شاء الله عقله أكبر منه. صحيح. عقله أكبر منه ليه؟ لأنه هو إنه تمارس اكتسب المهارات دي من الطبيعة، من خلال التعامل، من خلال كده، من خلال كده. فصديقك ده يعني أنا بنصحه بأنه بسرعة جدا جدا الولد ده ما يجي يوديه يعني مشروع ده وداه لبوابة الإجرام، بوابة الإنهاء. صح المنطقة الصناعية ما كلها كعبة، في منطقة صناعية بتعلم الزول الميكانيكا والحداد والتجارة وكده، لكن في طريقة أيوة معينة في التعامل. الله يفتح عليك. ده علمه طوالي طلعه من 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 يعني عمل له شيفتنج وداه لحتة ما حميدة. ما يقول أملى فراغه، فراغه يتملي بأي حاجة، بالقراية، بالكتابة، بالقرآن، في البيت، في الغنى، بأي حاجة ممكن تملى فراغ الطفل ده في الإجازة. بعدين في حاجة مهمة جدا أنا أقول لهم مات يا جماعة الإجازة دي ما تبقى لكم بعبع، يعني هم مثل الأمهات اللي بيخافوا من الإجازة يقول لك المدارس كان ماسكة بلاوي وما دي كلها تهرب من التربية. لا يا جماعة الإجازة دي يا أخواننا برضو نحن يعني نخد فيها برنامج، يعني ما كلها تكون لعب كمان. أيوة. ما كلها تكون لعب شوية، يعني شوية شوية ناخذ شوية ناخذ يعني شوية مرة أيوة قصص جدول الضرب أحفظ أمشي جيب لي جدول الضرب أمشي جيب لي المسائل، يعني يكون
قريب للمسألة بتاعت شنو؟ بتاعت القراءة يعني اللي يعني ما يطلع من الجو نهائيا بالضبط كده أيوه. نعم. طيب سريعا كده أنت بما أنه ذكرت حتى المدارس دكتور عادل، يعني المدرسة كمان بتربي والأساتذة والمعلمين عندهم دور كبير جدا في أنه ينمو شخصية الطفل دي بمهارات. أي نعم هي مثلا عندنا في مدارسنا في شوية من الحاجات غايبة، النشاط المدرسي، الحصص اللاصف، الأنشطات اللاصفية، كلها حاجات ممكن تعزز من الطفل وثقته بنفسه ويقدر يدافع عن نفسه في حالة يتعرض لإساءة. المعلم داخل الصف المدرسي كمان ممكن نلقى انه في بعض المعلمين يعني عرضوا طفل لإساءة بالغة جدا تأثر عليه نفسيا وهو بين زملائه من الطلاب. نحاول نجيب في الحتة دي شوية كده في ده كلام ممتاز جدا استاذ شيماء. طيب المدرسة دي يا اخواننا عندها يعني عندنا يعني زي ما بقول شنو جسم كبير في التربية، يعني صار التربية اسمها وزارة التربية والتعليم، يعني قدموا التربية على وزارة التعليم. التعليم هو ما جرعات او خبرات اساسيه انا بديها للطالب ده صفيه، كل صف معينه كل مرحله معينه حسب الوعي بتاعه انا بديه جرعات علميه تمشي، لكن بيبقى بعد ذاك الطفل ده بخش مع مجموعه من الاطفال في 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 المدرسه. والاطفال ده جاي من بيئات مختلفه، يعني المدرسه دي فيها اللي بيجيك ثقافته من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الوسط، وفيك اللي بيجيك من بيت مثلا يعني مصدع اسريا ما تمام، فيك اللي بيجيك من بيت قراني، فيك اللي بيجيك من بيت ما عارف، دي كلها مجموعه من الخبرات عشان تلقى يلاقيها الاستاذ وسط الحاجات. انا معلم كنت المساله بتاعت التعليم دي مساله ما سهله، يعني المساله انت لازم تراعي فيها الفوارق الفرديه الطبقيه حتى مستوى الذكاء بتاع ده ما زي ده ما زي ده ما زي ده كده. لكن عشان كده في وزارة التربية والتعليم في حاجة اسمها قسم الإرشاد النفسي، لازم يكون في كل مدرسة يكون في مرشد نفسي أو أخصائي نفسي يكون قاعد، وما يكون قاعد ساي يعني عشان يشغلوا حصص زي ما بيحصل بعض المدارس، يشتغل فعلا وسط الطلاب ديل، يعرف الزول اللي عنده مشكلة اللي بتلقاه سرحان براو، اللي بتلقاه عنده مسألة يعني كده ما قادر يلعب مع الأطفال، ما قادر يخش مع الناس أو تعرض لمشكلة دي. أيوة دي 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 دي, دي ممكن يعني يلعبوا فيها دور كبير في اكتشاف المسألة دي من الأول، لأنه الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية إذا حصلناها في البداية سهلة جدا. نعم دكتور عادل، الملف ده طبعا طويل وكبير، والأطفال من الشرائح المهمة اللي بيعول عليها الوطن كثيرا، خاصة منذ نعومة الأظافر يزرعوا فيهم الأخلاق الحميدة، وكمان سلوكهم الجميل يكون في الشارع كيف يتعاملوا، فالملف ده كبير لك كبير جدا جدا. لكن في حتة واحدة انتهى أنا أيوة في نص دقيقة كده في نص دقيقة الحقولة لأنه مهمة جدا. انا نصحت للاساتذه انه يا جماعه الاله بتاع التكوين الشخصيه صحيح. عدم الاساءه بالضرب، عدم الاساءه بالكلام، والتوبيخ ما صح مرات توبيخ يا من الناس هو نوع من الاساليب حق انا كنت معلم للتغويب، لكن بيترك اثار نفسيه سيئه حتى في الدراسه. يعني في زول بيقول لك انا كرهت الرياضيات عشان استاذ الرياضيات، كرهت الانجليزي عشان استاذ الانجليزي. الفهم ده طبعا الزمن انتهى، وزي ما قلت كلام طويل جدا جدا، اي استاذ بيسمع ناسي يخط في باله انه انت في انت بتهدم مستقبل زول. ايوه لذلك انت يعني كل ما كانت هو استاذ بيكون عارف قارئ علم النفس التربوي، كل ما رجع للنظريات التربويه في التعليم يكون افضل. أيوة. شكرا جميل جدا، شكرا جزيلا دكتور عادل محمد عبد الرحيم الاستشاري النفسي، ودي كانت مساحتنا معك. وفي النهاية نحن بنقول لكل الأسر ولكل الناس اللي يتابعنا يا محسن إنه طفلك مسؤوليتك في يدك، إنك تجعله في المستقبل رجل قوي، امرأة قوية، أو شخصية انهزامية غير متحمل للمسؤولية وغير واثقة من نفسها. نتمنى كل الصحة والعافية لكل أطفالنا الحلوين. نحن نمشي كنترول وبعد ذاك نمشي استوديو الأخبار للزميلة نوح مهاشم لمنجز الأخبار إن شاء الله.